جريدة عكاظ السعودية عملت خبر كده، قالت ان احمد سيد زيزو في مفاوضات جادة جدا مع اهلي جدة. ده على رواية جريدة عكاظ، وقالت من مصادرنا ان اهلي جدة بيسعى للتفاوض مع نادي الزمالك عشان في الانتقالات الشتوية يضموا احمد سيد زيزو حد ناحية اليمين. فرجاني ساسي في السوشيال ميديا غير فرجاني ساسي اللي احنا نعرفه. فرجاني ساسي في الحقيقة اتكلم ادارة الزمالك، قال لهم اتنازل 250 الف دولار حولوا على البنك، الحساب بتاعي عندكم هتنزل الصبح، غير كده محدش يكلمني بعد كده في هذه القضية. فدي أصل حقيقة فرجاني ساسي والكلام عشان الجمهور يبقى عارف أصل الحقيقة. الوداد المغربي عنده فرصة كبيرة جدا مع أوناجم، مقتنعين جدا بأوناجم، كان عندهم إعارة وتألق السنة اللي فاتت، عقده بيخلص السنة دي مع نادي الزمالك، بيتكلموا معاه إن يروح لهم مجانا ما يجددش للزمالك، لو مش لاقي نفسه يجي ياخد عقد كويس لكن في نهاية الموسم بالمجان. خلوني بقى أطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل نجم كبير الكابتن محمد ابراهيم، بيلعب في سيراميكا كليوباترا دلوقتي لكن انا بعتبره من اهم نجوم الكوره المصريه، وانا هواجهه. هو سامعني دلوقتي وقاعد بيجهز في الاوضه جوه سامعني، بس انا هواجهه اقول له انت قصرت في حق نفسك، لان احنا طول الوقت وحتى الان متنبئين ليك انك تبقى في الصفوف الاولى، مش بس في نادي الزمالك او النادي الاهلي او كده، لا ده في الصفوف الاولى كمان سواء في الاحتراف او في منتخب مصر. ولسه محمد ابراهيم عنده، لانه اعتقد 29 سنة لسه قدامه وقت طويل يتألق ويدي، والحقيقة ملتزم جدا آخر سنتين ومقدم مستوى كبير جدا. فهنسأله في الزمالك وفي الأهلي والمفاوضات، وهنسأله في عقد ماريتمو، وهنسأله في المنتخب وآراءه، وهتستمتعوا بهذا الحوار بعد الفاصل.